Assalamu alaikum everyone. Our lecture today in Organic Chemistry Part 2 Introduction Hybridization. كنا نعرف عن التهجين لكن نراجع مراجعة بسيطة للمراحل السابقة عن التهجين وأنواعه. قبل ما نتكلم عن التهجين نتكلم عن المين انرجي شيل، الأغلفة الرئيسية اللي تدور فيها الإلكترونات حول النواة. إحنا نعرف إن الذرة تتكون من نواة بها البروتونات والنيوترونات وتدور حولها الإلكترونات. هاي الأغلفة اللي تدور بها الإلكترونات تتكون من main energy shell، أغلفة رئيسية اللي هي الغلاف الأول K ثم L M N O P Q، أول ثاني ثالث رابع. والسبشيل، السبشيل هو الأوربيتالات اللي تدور بها الإلكترونات أو هو الحيز اللي تملأ الإلكترونات، وهاي السبشيل لكل مين شيل إلى السبشيل. يعني الغلاف الأول اللي هو K يتكون من سبشيل واحد اللي هو S فقط، لذلك إحنا نقول 1S في الترتيب الإلكتروني للذرات. لما نتكلم عن ذرة معينة نقول 1s2، خلاص انتهى ال1 ننتقل إلى ال2. ال2 شنو بي؟ bs و bp فقط، 2 subshell. أما الغلاف الثالث b s و p و d، والرابع bs p d f. هذه subshell احنا نعرف الاس هو كروي، اما البي فهو عبارة عن الشكل منفصص. نحن نتكلم الان عن انواع التهجين. There are three types of hybridization اللي هو الاسب3 والاسب2 والاسب. والان راح نتكلم عن شنو يعني الاسب3 وشنو الاسب2، هاي مين جاية اصلها. نتكلم عن الاسب3. الاسب3 هو نوع من انواع التهجين، من اسمه sp3 يدخل ب او يشترك اوربيتال s الكروي مع اوربيتال p، ثلاثة طبعا من اوربيتال p تشترك في هذا التهجين. اذا نجي على الاسب3 فالch4 يكون تهجينه sp3. إذا أجينا أخذنا التوزيع البراغي للكربون 1s2 2s2 2p2، وإذا شفنا شكله لground state توزيع الإلكترونات فهو كالآتي يكون. هذا التوزيع الفراغي الإلكترونات في الأوربيتالات، هذا S 1S2 اللي هو ما يدخل، ما له علاقة نهائيا بالتهجين. ليش؟ ولا إلى علاقة بتكوين الأواصر، لأن هذا يعتبر غلاف داخلي، يعني امتلأ ومستقر وانتهى. يعني هذا الغلاف مباشرة مملوء بتو إلكترون اللي هو بعد النواة الأول، مملوء بتو إلكترون ومستقر، ما يصير بي أي تدخل. لكن الغلاف الثاني لذرة الكربون، إحنا نعرف إنه C6 فهو هذا ترتيبها الفراغي. ذرة الكربون تمتلك الS بالغلاف الثاني اللي يحتوي على 2 إلكترون، وبعد والP أيضا يحتوي على 2 إلكترون. إذا الغلاف الثاني كله ما مشبع. ليش؟ يعني يحتوي 2S2 2P2، المفروض الP يحتوي مثل ما نعرف أنه الP، وتكلمنا بالمحاضرة الأولى أو البارت الأول أنه الP هو يتكون من 3 أوربيتال، وكل أوربيتال يمتلئ ب2 إلكترون، إذن لازم يكون ممتلئ ب6 إلكترونات الP، والS2 إذن هو 8 إلكترونات بالغلاف الثاني. لكن عند تشوفون هنا الغلاف الثاني ما يحتوي على فقط 4 إلكترونات، وهذا توزيعها. لذلك لما ترتبط أو تهاجم ذرة الكربون أربع ذرات من الـ H راح يتكون عندي الـ excited state. الـ excited state هي انتقال واحد من الإلكترونات، إحنا هذا 1s2 ما لنا علاقة بما يدخل،
لكن الغلاف الفالنس شيل، غلاف التكافؤ اللي هو الثانوي او الخارجي، الفالنس شيل اللي يدخل بهذه التفاعلات وهاي تكوين الاواصر 2s2 2p2، فينتقل 1 الكترون من s الى p الى اوربيتال p الفارغ، يوصل الى مرحله انه هذا الغلاف يكون نصف مشبع، كل اوربيتال يحتوي على 1 الكترون، لذلك تكون هاي الحالة 2s2 خلاص هي ثابتة 2s1 2p3، هذه الاكسايتد ستيت. مثل ما تشوفون اختلاف بالمستويات الطاقية، ليش؟ لأنه كل غلاف بمستوى طاقة، والصب شال أيضا بمستويات طاقة تختلف الاس عن البي، ويكون بهذا الترتيب اللي مثل برسم مثلنا برسم. عندنا هسه ندخل إلى مرحلة الهايبريديزيشن اللي هو التهجين. التهجين كأنما أنا عندي بلندر وخليت بي هذه الأوربيتالات، يعني منو اللي يدخل؟ أنا عندي مهاجم الكربون أربع ذرات H. ال H يريد من الكربون، يريد يشارك مع الكربون، ليش؟ لأنه يمتلك إلكترون واحد، أكيد هو ما يفضل انه يعني ممكن انه يفقده، لكن الافضل للهيدروجين انه يحتفظ بالH. ليش الهيدروجين؟ لان الهيدروجين ترتيب الفراغي هو 1s1، هذا شيء يميل الهيدروجين الى اكتساب او المشاركة بالالكترون، حتى يكون عنده بغلاف الS بغلاف الخارجي واللي هو 1s1 2 الكترون، يدور في مداره 2 الكترون، هذا افضل الهيدروجين، لذلك يطلب من الكربون انه يشارك معه بالكتروناته. ايضا الكربون يفسح المجال للهيدروجين حتى يتفاعل معه ويكون كوفلنت بوند. هسه انا عندي جبت الخلاط، ضفت الاوربيتالات اللي احتاجها، ليش؟ لانه هاجمه الكربون 4 هيدروجين، لذلك أنا أحتاج أربع أوربيتالات، كل أوربيتال يحتوي على 1 إلكترون. منو هذه؟ عندي الـ 2s1 والـ 2p1، دخلت تفاعلت مع العفو امتزجت مع بعض وظهرت لي بشكل آخر. شنو يعني شكل آخر؟ إنه هذه الإلكترونات المهجنة تكون بنفس الشكل وبنفس الطاقة، لذلك ما اقدر اميز واحد عن الاخر. احنا نعرف انه الالكترونات العفو اوربيتال اس هو كروي والبي هو مفصص، لذلك لما يمتزجون هذا البي وهذا الاو من يمتزجون مع بعض يكونون بشكل واحد، فهنا الكترونات التكافؤ هذه لتكون في، احنا هنا شفنا الاختلاف بالمستوى لكن هنا صاروا بشكل واحد أو بمستوى طاقي واحد. هنا sp3 كلهم اسمهم sp3، ليش؟ يعني ما أعرف منو الاس ومنو البي، كلهم مزجتهم مع بعض صاروا من sp3 واحد اس وثلاثة بيشتركوا بهذا التهجين، لذلك هذول الأربعة ما أعرف منو الاس ومنو البي، فسميت كلهم sp3. صار عندي أربع أوربيتالات مهجنة، فرغتها ومزجتها دمجتها مع بعض حتى أهيئ الوضع للهيدروجين ويتفاعل معه ويكون أواصر تساهمية تدخل كل وحدة من H مع وحدة من هذه الأوربيتالات الأربعة. هذا الشكل هو اللي يتكون ذرة كربون، وهذا الأوربيتال sp3 هذن كلهن sp3 ما عندي، صار كل ليش أقصى حد؟ لأن هو أربع أوربيتالات اللي هي أوربيتالات لإلكترونات التكافؤ الخارجية الفالنس شيل، هذه كلها تهجنت، فهذه هي اللي موجودة للكربون تهجنت وصارت بهذا الشكل، كلهم نفس الشكل، وعندي الهيدروجين هاجمهم فكونوا أواصر أواصر تساهمية. إحنا نشوف هذا الشكل، إذا مدينا خط بهاي الطريقة يظهر عندي هرم هذا شكله. الـ sp3 تهجين الشيب مالته تتراهيدرال بيراميدال،
إذا هو شكله تتراهيدرال من هو دائما الـ SP3 دائما هو هذا شكله هرمي. إذا نشوف إحنا الخط اللي هو هرم مثل ما تشوفون هنا البوند لينث إلى 1.5 والبوند أنجل هو هي 109. أما الـ SP2 شكل التهجين SP2 طبعا هذا الـ SP3 اللي احنا شفناه هذا الشكل هو أي مركب عنده أربع يعني أي ذرة كربون فعلت بأربع أوربيتالات أو هجنت أربع أوربيتالات حيكون شكلها هذا. احنا نتكلم عن الـ SP3 هو شكل اللي هو تتراهيدرال شكل الأوربيتالات التهجين أوربيتالات المهجنة هي شي حيكون شكلها من تتهجن. الـ SP3 هو شكل هذني الـ SP3 ثلاثتهن تتراهيدرال. سنتكلم عن الـ SP2. الـ SP2 من تهاجم ذرة الكربون ذرتين H وذرة C يعني هاجمها ثلاث ذرات. كل من هذه الذرات تريد تتفاعل معها وتكون covalent point اللي تشارك في الالكترونات التكافؤية حتى توصل إلى مرحلة أكثر استقرارا. فإذا شفنا توزيع الفراغي للكربون بالأوربيتالات مالتها 1s2 2s2 2p2 وهذا شكلها بالground state مثل الاس 1s2 هذا 2s2 هذا 2p2. أما الإكسايتد ستيت لأنه هاجمتها مثل ما قلنا ذرتين H وذرة كربون عندي الـ 1s2 تبقى نفسها. أما الـ 2s2 راح ينتقل الإلكترون واحد إلى الـ P ويكون لي 2s1 2p3. هذه 2px احنا نعرف انه هي الاوربيتالات كل اوربيتال على محور الاوربيتال الاول على المحور اكس اكسس والثاني واي اكسس اما الثالث فهو على البي الزت اكسس. فكل اوربيتال له اسم لانه مكانه يختلف. اما في مرحله التهجين هايبريدايزيشن راح يكون عندي الاس ما له علاقه 1s2 ما يدخل لكن منو راح يتهجن احنا قلنا ثلاثة كل واحدة تمتلك الكترون تريد تشارك به وبالتالي فمنه يحتاج الاس هو لازم موجود. ملاحظة بالتهجين يعني ما اقدر والله اوف الاس اقول له ابقى انت تمتلك هذه الاثنين الكترون واستقر وقعد وخلي روح احنا نشتغل على فيه. لا الاس دائما دائما بثلاث انواع هو اول من يدخل بعملية التهجين فلازم هو موجود وين ماكو تهجين الاس اول ما اذكره لازم موجود فهو اول الاوربيتالات اللي اخني اضعها بالخلاط مع البي. لكن بما انه عندي 3 اتوم يعني تهاجم فانه انا عندي الاس يدخل وبعد منه يدخل عندي 2 من بي فقط 2 بي هذا احتياجي. لذلك من يدخل الاس والاوربيتال الاول هو اكس والاوربيتال الثاني العفو هو واي اما الزد فما يدخل. هنا صار عندي ثلاثة هذا منه S و PX و PY لكن بعد عملية التهجين ما أسميهن شو أسميهن S P شو قد من P 2 إذا هذا SP2. أما ال PZ فبقى نفس وضعه في مكانه وهذه هي أوربيتالات التهجين المهجنة لذلك أسميها SP2. هذا الشكل هو شكل الذرة. احنا اذا نتكلم عن هاي الذرة لوحدها فهو هذا الشكل انه عندي ذرتين هيدروجين تمتلك الكترون وذرة كربون ايضا تمتلك الكترون تشارك بي طبعا هي ذرة كربون تشارك اكثر لكن هسه نشوف شنو الباقي. هذا الشكل هو شكل الـ SP2 شكل الـ SP2 أريد أشوف شنو هاي اللي أوكي هاي أوربيتالات التهجين فقط هذه. أما هذه هذا البي زد اللي ما دخل بالتهجين. إذا نتكلم عن واحدة من الذرات فهي هذه نفس الكلام يعني هذا هاي الذرة ينطبق عليها نفس الكلام. الاس بي 2 هذن الأوربيتالات الثلاثة اللي دخلن في عملية التهجين هذه
اسمين اس بي 2 لان ما اعرف منو الاس ومنو البي، فهن ثلاثه اسمهن اس بي 2 يعني واحد من اس واثنين من بي مدمجن مع بعض وكونوا لي هذه الاوربيتالات اللي تكونت اواصر تساهميه، وهاي الاواصر تسمى سيجما، اواصر سيجما وليست باي. اواصر سيجما شلون تكون؟ تكون يعني الارتباط بالاواصر سيجما يكون راسي. هسه اني نتكلم عن التهجين. كربون تمتلك 4 الكترون تريد تشارك به هذه الالكترونات، اذا شاركت الكربون مع الهيدروجين الاول والكربون مع الهيدروجين الثاني ذرة الكربون الثانيه والثالثه، لكن بقت للكربون مثل ما شفنا هنا منو بقى؟ بقى البي. البي هذا بقى ما اله وين يروح؟ اذا تشوفون ما تهجن، فهذا هو اوربيتال البي زد اللي ما تهجن بقى. تمام، هذه اربع ثلاثة اوربيتالات بها الكترون واحد، وهذا الثالث اللي ما تهجن اللي هو شكله بقى نفس ما هو مفصص تشوفون. زين هنا شنو عندي؟ وهاي الذره ايضا نفس الحاله، هم عندها ثلاثة الكترونات تهجنت، لكن هذا العفو ثلاثة اوربيتالات تهجنت لكن الاوربيتال الأخير ما تهجن. هذه كونت أواصر بقى، هذا أيضا حتى يشبع ذرة الكربون. كربون بها الأربع الكترونات تريد تشارك بهم، فهذه كلهن الثلاثة ذن يتهجن لكن هذا ما تهجن، كون آصرة مع من؟ مع الإلكترون الثاني من الذرة الثانية، إلكترون من الذرة الثانية من الكربون الثانية بآصرة تسمى آصرة باي. ليش تميناها باي؟ لأنه الآصرة الأولى اللي هي هيد تو هيد يعني تكون رأسية، هذا شكلها رأسي، ارتباطها رأسي. أما هذا اللي هو ارتباط جانبي يسمى باي بوند. وش وقت يصير هذا الباي بوند؟ لما كل الارتباط الرأسي خلص يشبع كله، يبقى عندي اوربيتالات هذه ما تقدر تكون يعني جانبي رأسية. شو تكون؟ تكون ارتباط جانبي. بما انه اكو سيجما فالثانية تسمى عاصرة باي، فهذه باي بوندينج بين من وبين من؟ بين 2 بي زت بالذرة الاولى مع 2 بي زت للذرة الثانية. هذا يسموه lateral overlap يعني ارتباط جانبي. هذا الارتباط يكون جانبي لذلك تسمى باي بوند، بينما الارتباط الثاني اللي هو linear overlap اللي هو هذا او يسمى head overlap رأسي او linear خطي، هذه هي آصرة سيجما. كل آصرة تكون جانبية، هاي باي اللي هي بعد آصرة سيجما تسمى باي، اما هذه باي، اما هذه تسمى سيجما. شكل المعقد المهجن، عفوا شكل الاوربيتالات المهجنة، فشكل الاوربيتالات المهجنة هو اس للاس بي 2 هو تراجونال بلانر. تراجونال بلانر ليش نقول بلانر؟ ليش نشوف احنا شكل كلش ما مو مبين بلانر، لكن احنا نتكلم عن هذه الاوربيتالات فقط، ما نتكلم عن الاوربيتالات الغير مهجنة. نتكلم عن التهجين الاس بي 2 هذا شكله مثلث مستوي. البوند لينث والبوند البوند انجل وعندي هسه الاس بي خلاص انتهينا من موضوع الاس بي 2 وشكل الاوربيتالات في الاس بي 2. نتكلم الان عن الاس بي فقط. الاس بي من اسمه اس بي، اذا هو اوربيتال اس مع اوربيتال واحد من تي. نجي الى التوزيع الاوربيتال الالكترونات الاوربيتالات نفسها، لان هو كربون من راح يهاجم، عندي ذرة هيدروجين مع ذرة كربون بتهاجم الكربون الخاصة اللي انا اريد اعمل بيها بالجراوند ستيت. هذا التوزيع بالاوربيتالات، توزيع الالكترونز ان اوربيتال هذا بالاكسايتد ستيت، راح ينتقل الكترون واحد من هذا الاس الى الاوربيتال الفارغ وينطيني هذا الشكل، شكل الالكترونات الموزع بالاوربيتالات. اما بالهايبرديزيشن اللي هو توزيع الالكترونات في داخل
في عملية التهجين شنو أحتاج؟ أنا عندي هاجمتني ذرة هيدروجين مع ذرة كربون. إذن الواحد من الأوربيتالات اللي هو في مع الأس، الأس هو أوردي موجود لازم يدخل بعملية التهجين، إذن فقط أحتاج بي واحد فصار التهجين أس في، فقط واحد من بي اللي هو بي إكس اشترك مع الأس وكون لي تهجين أس بي. أنا أتكلم تهجين بصورة مبسطة حتى توصل المعلومة بشكل أفضل، ما أريد أتكلم عن التعقيدات اللي حواليها، هذا اللي ابتدائيا مطلوب من عندكم، وإن شاء الله بعد ذلك نحاول نرفع مستوى الفهم لكم. هنا عندي الأس بي هو هذا التهجين اللي تكون عندي هذا رسمه أس بي، ليش؟ لأنه أوربيتال واحد من أس مع بي، فهمنا هاي المعلومة. إحنا نعرف إنه هذا يسمى الهيد أوفرلاب، وهنا عندنا أيضا آثرة سيجما. ليش آثرة سيجما؟ لأنه هي لينير، يعني لينير أوفرلاب أو هيد أوفرلاب، بتكون هذه رأسي بيناتهم الارتباط بين هذا الأوربيتال SP وهذا الأوربيتال SP رأسي. طبعا هاي الذرة احنا تكلمنا عنها، وهذه الذرة هي كربون أصلا نفس عدد الذرات الهيدروجين ونفس التفاعل اللي حيدخلن، فهي أيضا مهجنة عندها SP هنا، وهذه أيضا عندها SP. إذا احنا نشوف هنا أكو أواصر ثانية، هي أواصر باي، أواصر باي هذه مثل ما قلنا لأنه هي جانبية، هذني الأوربيتالات نفس شكلهن مفصصة. ليش بقت هيجي؟ لأنه هي ما دخلت بالتهجين وصارت شكل واحد مثل هذا. هذا واحد من عندهم S واحد P، لكن أنا ما أعرف يا هو، لذلك أسميهم SP، لكن هذني بقى نفس شكلهن اللي هو نسميه التامبول، مثل اللي يستخدموها رفع الأثقال، لذلك هذا شكله، هذا تسميته. هذا البي أوربيتال بي يندمج أو يسوي أواصر، يكون اللي عفوا أواصر مع بي أخرى اللي هو بي واي مع بي واي، يكون اللي آصرة باي، وهذا أيضا يكون اللي آصرة باي. وهنا أنا عندي هذه آصرة سيجما اللي يكون رأسي وهذا يكون جانبي، لذلك هنا التهجين عندي يختلف. SP بما انه هو SP تشوفون انه هو شكله شنو يكون لينير. احنا بدنا نتكلم مثل ما اتفقنا انه شكل التهجين بالنسبة فقط لأوربيتالات التهجين وليس لأوربيتالات الغير مهجنة. يعني من اقول شكل هاي الجزيئة انا اريد للتهجين للأوربيتالات المهجنة فقط دا اسأل، اذا هو لينير، هذا هو شكله ال SP، الشيب مالته لينير، وهذا اللي تشوفه أمامكم. إلى هنا انتهت انتهت البارت الثاني أو هو المخصص للتهجين للمحاضرة الأولى Introduction to Organic Chemistry. Thank you very much.